بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاة برقيات تهنئة الى اصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم باعياد الميلاد واعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار متمنيا جلالته في هذه المناسبة ان يعم الامن والسلام والرخاء ربوع العالم من اجل خير البشريه جمعاء